السلام عليكم. اليوم احنا في هذا اللقاء اليوم مع الناس ديال العزوزيه سيدي غانم، الملحقه الاداريه العزوزيه سيدي غانم. كنعرفوا من منطقه العزوزيه سيدي غانم كتوفر على مجموعه ديال الدواوير اللي كتعاني من الفقر ومن الهشاشه ومن البطاله ومن قله يعني الشيء، فكان لزاما اننا حنا كحزب ديال التجمع الوطني الاحرار اننا نتحمل المسؤوليه ديالنا السياسيه وكذلك المسؤوليه ديالنا الشخصيه على اننا نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار الوضعيه العقاريه ديال هاد الدواوير على الحدود ديالنا داخل المناره. وسولتيني على علاش بالضبط، سولتيني على المرشح ديال البام. اول حاجه المناره متقدمه فيها 13 لائحه، وانا من اللي كنتقدم على حساب العمل ديالي في الشغل ديالي في السياسه، حنا ما كنحقروا حتى شي حزب، كل حزب عنده القوه ديالو وكل حزب كيستمد القوه ديالو. سولتيني على البام، قلتي لي واش نتوما كذا. البام هو مكون سياسي حاضر بقوه داخل المناره، ونحن كننافسوه وغادي نجيو احسن منه ان شاء الله من خلال ذاك النتائج اللي غادي تكون. حنا تناضلوا وكنكافحوا باش نكونوا الاولين، وما غاديش نقبلوا من غير المرتبه الاولى داخل في المناره ان شاء الله. سعيد سعيد سعيد، هذوك اللي دات الصغار ما يكونوش مع الناس، ما يكونوش. رشيد صافي بوات. التجمع الوطني الأحرار عنده واحد التصور وعنده واحد البرنامج باش نحاولوا نحيدوا كاع المشاكل اللي كاينه في الدواوير، منهم اعاده الهيكله، منهم الترحيل، منهم بزاف ديال الحويجات. هذا وعد ديال الحزب وهذا وعد ديالنا حنا ان شاء الله بحول الله لهاد الساكنه هذه. السكان ان شاء الله بحول الله يصوتوا بكثافه ويقولوا للعائله ديالهم ويقولوا للاخوات ديالهم نهار 8 ان شاء الله بحول الله كل شيء يخرج للصندوق يصوتوا، اعطيو كلمتكم باش غدا ان شاء الله بحول الله نكونوا احنا في مركز القرار، وغادي ان شاء الله بحول الله نتعاونوا معكم ان شاء الله بحول الله. بحكم اني رئيسه تعاونيه ديال الطرز اللي قريبه للنساء بزاف، وكنعرف مشاكلهم وكنعرف هذا الشيء اللي كيعانيوا منه. دابا راه نزلات المراه تتناضل كمناضله، وحنا كتشوفوا خارجين كل شيء بمحض الاراده وفرحانين وراضين على المنهجيه ديال الحزب وراضين على المنهجيه باش غادي الحزب، والحويجات اللي جاب مسطره وباينه اللي كتعنيهم هما بالدرجه الاولى. Thank you.
نجد مشكور المنبر ديال كلامكم اللي عطانا هذه الفرصه وواكب الحمله الانتخابيه ديالنا وواكبنا في لقاءاتنا مع السكان، وكنتمنى لكم التوفيق وتدعوا معنا، وما تنساوش تصوتوا على رمز الحمامه، ومراكش تستاهل احسن.